اكو ناس يعني دمرت اسماءها في لحظه من اجل منصب ومن اجل منفعه شخصيه. ونقول لهم يعني صراحه يعني كل زمان الرجال يعني خلص الموضوع انتهى قانونيا انتهى. اليوم الاحد ما يطلعون راح يطلعون غير طريقه غير لائقه صراحه ما نتمناها. يعني الكفات اللي احنا الاشخاص الباقيين احنا غير معنيين فيهم صراحه. الكفات الاسماء اللي موجوده بالهيئه الاداريه زين فنتمنى هذا الشيء واتمنى انه احترام القضاء لان هذا الموضوع اذا تفعل بطريقه يعني ضرب القضاء سابقه خطيره جدا ان كان بالمواطن عادي او كان لاعب او كان سياسي. القضاء هو اللي هو يكون الميزان اللي يحكم بيناتهم. فهذا اللي صار هم اكثر مره صرحوا وقالوا انه اذا طلع قرار محكمه وقرار نخرج. ما صار هذا الشيء يعني ما اعرف انه وين يوصل ما ادري يعني ما اعرف شنو الخوف. انا اعمل بس اسال خافوا من خروجكم شنو؟ اكو شيء مخفي خافوا انه يظهر العلن؟ وانا هذا الشيء متاكد منه ممكن بالايام القادمه يظهر. ننتظر القرار.